برضه قلبي مش مطمن. العقد هايل يا مناع، انا درسته كويس. يعني تفتكر لو اي مخالفات حصلت هيبقى عندي مسؤوليه؟ ما اعتقدش، لان في بند صريح بيحمل الخبير البيولوجي مسؤوليه فحص عينات الانتاج. فانت هتخاف من ايه بالظبط؟ من كام سنه كده حصل استيراد لمبيدات زراعيه وكانت كارثه. طلع في المبيدات دي مواد مسرطنه وبوظت الارض، وكان قرايب البروفيسور لهم يد فيها. يا ساتر يا رب، هي الناس ناقصه امراض في الاكل اللي بياكلوه؟ ليك حاجه تخاف منه؟ ما هو اللي بيعملوا ده بسبب الخوف على الناس. انا لو كان عليا ممكن ابيع المصنع، لكن انا عارف انهم برضك ممكن يشتروه من اي حد تبعهم ويعملوا اللي هم عايزينه. عشان كده صممت يكون المصنع تحت يدي. انت عندك قلب كبير قوي يا مناع، وضميرك حي. يا ريت كل الناس زيك. اه قلبي كبير وهمي اكبر، كاني مكتوب على دماغي ما ترتاحش او تفضل شغاله على طول ليل نهار. قول لي ايه اللي تعبك يا حبيبي؟ وصيه ابوي حملني مسؤوليه، قال لي ما تهملش عيلتك الكبيره تضيع وتدي كل وقتك لعيلتك الصغيره. يعني ايه؟ عايز تسيبنا وتسافر تاني؟ عيلتي في خطر يا نهان، ومن غيري ممكن الارض تضيع منهم. انا بس يا حبيبي بجلك عليك من سفرياتي. يا ستي عمر الشقي بقي. تعرف يعني حب الكديه. طيب عايزك توعديني بحاجه. بايه يا حبيبي؟ سامحيني في اي حاجه عملتها، ولو سمعت عني حاجه عشتها تعرف اني كنت مضطر. انا الكلام ده بيخوفني منك يا مناع. خلاص ولا كانك سمعت حاجه. مناع ما قداموش اي فرصه للتراجع، وهو عارف ان انا عندي مستندات واعترافات تخلي الحكومه تجرده من كل شيء. ده ممكن يحكموا عليه بالاعدام ولو غيابي. وعمام اعمل معاه ايه؟ ده طالب مني سلاح كتير قوي. ساعده بس مش جامد. انا عايز مناع يحس بان الخطر محاوطه من هنا ومن نجع الجامد، عشان يعرف انه في امضتي. تفتكر انه مش هيعترض لو بعتنا ستيف ولوجاني؟ تبعتهم ليه دلوقتي؟ ما تستنى لما البيت يكمل ويتامن، وبعدين نبقى نروح كلنا سوا. ومناع يجي معانا لما يعرف انه ما يقدرش، ملوش منفذ من تحت ايدي. خد بالك القطر ماشي. سلام. سلام. ابو عيال. سلم على الولاد. اوكي باي. بنت يا جميله، هاتي البطاقة بتاعتي من جوه. بطاقة ايه؟ هو انا عمري شفت لك بطاقة؟ هتلاقيها في الدولاب جوه. حكم انا ما نقدرش نسافر من غير بطاقة. الله، دي فيها تصويرتك. بس ملطخينك ليه بالحبر الازرق؟ هاتي. ده ختم يا عبيطة، عشان ما حدش يقدر يبدل صورتي بصورته. اه بالبطاقة دي ما حدش يقدر يقول لي انت اسمك ايه؟ انت رايح وين؟ اجري. بس انا عايزه نعرف انت رايح فين. رايح اسوان، عندي ميعاد مع الخواجات. هتعمل ايه مع الخواجات يا همام؟ طالما بشتغل لصالحهم يبقى لازم اخد حقي. اه هتجيب فلوس؟ هجيب اللي احسن من الفلوس، هجيب اللي يحمي الفلوس ويحمي النفوس، هجيب اللي يرفع راسي قدام الخلق، هجيب السلاح اللي هيخليني ازل اي حد يقف قصادي. سلاح تاني يا همام؟ ما كفايه انا خراب. ايش فهمك انت يا عبيطه؟ طول ما الكل عارف ان حدانا سلاح الكل هيعمل لنا الف حساب من غير ما نضرب طلقه نار واحده. بكره تشوف السلاح هيعمل لنا قيمه كيف. خطه الانتاج بتاعتنا لازم تتضاعف في المرحله اللي جايه، لانه بعد نزول الاعلان لازم يكون في منتج يغطي السوق. اطمن يا مناع بيه، هنزود العماله والطاقه الانتاجيه. وانت يا دكتور مش هفكرك انك المسؤول الاول والاخير عن مواصفات السماد الجديد. انا بطالب بتاميم مخازن الانتاج وضبط دفاتر الصرف.
لك كل الصلاحيات يا دكتور، بس انا بحذرك اوعى تدي الامان لاي حد من الاجانب الجايين يشرفوا على الانتاج. صحه اهلنا وناسنا دكتور. اطمني من عبي، ان شاء الله كل شيء حيكون تحت السيطره. طيب تفضلوا شوفوا شغلكم. اوهو ايه النشاط العظيم ده. اهلا 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 يا خواجه بني. اتفضل. يا مؤاخذه المكتب بتاعي في المصنع مش قد المجان. مش المهم تقدر تعمل فيه شغلك ونقدر نتكلم فيه براحتنا. من ناحيه اطمن، من الاسبوع ده خلاص المصنع هيكون جاهز للمنتج الجديد. اتفضل شوف اللوجو اللي هينطبع على شكاير السماءات وهينزل في الاعلانات. ايه ده عفريت بيطلع سنابل قمح يا راجل؟ هو في شطان بيطلع خير برضك. مش كل العفاريت شياطين، احنا العفريت بتاعنا طيب قوي لانه بيطلع خير للناس. احنا بقى العفاريت في الدعايه، شوف الاعلان ده هنقدر نحقق منه ايه. انما من هنا ورايح بقى انت مالكش اي حق في الاعتراض، انت تنفذ وبس. اظن كلامي واضح. وحشتيني وحشتيني قوي. تعرف ايه طول ما انا في النجع ما بفكرش غير فيكي. كان نفسي اكون اعرف اتكلم الانجليزي عشان اخد ودي معاكي زينه. ما تقلع النضاره دي، خلينا نشوف نظره عينيك الحلوه دي. سلام عليكم. عليكم السلام. كيفك يا خواجه؟ ازيك؟ كيفك يا سنيور؟ تشرب ايه يا عمان؟ جيبوا لي الميه الصفراء اللي انت جبتها لي المره اللي فاتت دي اللي طعمها مزز. بقيت صاحب مزاج يا عمان، هنبسطك ونعدل لك مزاجك. لكن انا عايز حاجه اهم من ده كله. اؤمر يا حمام يا غالي. عايز قنابل بدل اللي جبتها لي المره اللي فاتت. ليه؟ انت بتعززهم زي اللب ولا ايه؟ قطمت بيهم وسط عيله بحالها، وعايز استعد لعيله حسان عشان لو حاولت تاذيني ولا تاذيكم اقطم وسطهم هم كمان. كلامك جميل بيؤكد انك خايف علينا، بس لازم تقعد معانا كام يوم عشان نحضر لك طلباتك. وماله؟ امال انا جاي ليه؟ عشان نتدلع ونتسبح. حاكم البرشام اللي انت جبتهولي المره اللي فاتت إيه؟ كان واعر قوي وحرمكم. من حرمكم، بس فيهم عيب واحد بس. ايه؟ بيخلوني ما اعرفش ابص لاي حرمه هناك في النجع. ده بيسميهم حريم. شوفوا اي حد يكون الصف. شايف عمر المكنه اللي فيها حياتنا ولعت ولعت. يمين بالله ما حد عملها الا البندريه. اكيد ضربوها بالقلم زي ما عملوا مع عائله عبادي قبل سابق. يا عمي ليه؟ انتوا عارفين ثمنها كام ولا ريبه كيف؟ طب معلش يا عمر، هيدفعوا ثمنها بالدم عيالهم ولوم اخوي في تربته. لا خلي الدم لأبوك. أيوة يا عمر، في إيه؟ إيه؟ لا البندرية ملهمش صالح باللي حصل. أنا عارف من اللي عملها كويس، وقول لهم إنها هيتصرف. لازم تلحقهم يا عمر، قول لعمي بيني هو اللي عملها ومناه هيعرف يحاسبه صح. سلام. في إيه مناه؟ إيه اللي حصل؟ شوية مشاكل عندنا في البلد. والله حرام اللي بيحصل ده،
ده كتير عليك. الحمد لله ان عمر طلع واعي، كلمني قبل ما يعملوا حاجه. يكلمك ازاي؟ ده طلع يجي 40 كيلو بره عشان يعرف يكلمني، عشان يجي هنا بقول له يعني ارجع بسرعه يا عمر. وانت هتطمن عليهم ازاي؟ يا نورهان ما بطريش كلام ولكلكه. الله هستناه ست لما يكلمني تاني، وبعدين انا راجع قريب. تصبح على خير. ماشي يا ابن الكلب، انا هعلمك الادب. ده مجرد انذار صغير، لانك بصراحه دلعت علينا كتير وتاخرت علينا كتير. وبصراحه اكتر بقى الارض الجديده اللي انت اشتريتها دي هتشغل تفكيرك وهتشجعك على التمرد. ما كان احسن منها وجوه تتركب مكانها فورا، واياك تاني مره تتدخل في ترتيباتي. ما انا مش عايز اي حاجه تشغلك عني. انا عايز كل حاجه تعاود زي ما كانت، لاني مخطط انقل شويه من عيلتي للارض دي وازرعها كتمويه، عشان لو الحكومه قررت توصل لنا هتلاقي الارض دي بلدنا، ولو فتشوا مش هيلاقوا حاجه. حاضر يا ملك، اعتذارنا ليك يا ملك. مكنه جديده تتركب من النهارده، وده علوان شركه الادوات الزراعيه. اتفضل يا سيدي اعمل اللازم. انا عايز المكنه الجديده دي تبقى ابلغ اعتذار للكينج. تحت امرك يا بروف. خير يا بني باشا. بني؟ خلاص بني ده مات، انساه بقى، مات. مش عايزين نفكر فيه عشان ما يطلعش وينتقم. خليك مع البروفيسور. ما هو ده اللي مخليني مش قادر اصدقك. وانا قلت لك ان انا مرغم انسى واسامح، لان اللي بيني وبينك مصالح مش انتقام. وبعدين انت لغايه دلوقتي ما اديتنيش القرار النهائي. قدامي شويه حاجات كده اخلصها، حسابات مع تجار مغلبني، اخلص وارجع النجع، واحاول اقنع عيلتي ولو انها مهمه صعبه جدا. اي مشاكل وحسابات انا هخلصها لك، بس المهم انك تسافر وترجع النجع زي ما كان، نجع الخير اللي بيجيب اعلى انتاج. وقالت البندريه هيسيبونا في حالنا؟ انا هخلي كل تحت امرك. جبل العين ده هيكون المملكه بتاعتك، انت الملك بتاعها، بس بشرط ما تبقاش مجرد طباخ للحشيش وبس. مفيش ملك بيطبخ وبس. هزرع الفتدين اللي باقيه في الجبل حشيش، وطالما هتبقى مملكتي يبقى الاول نكسر شوكه الظالم ونجيب حق المظلوم عشان الكل يتلم حواليا. وانا هساعدك في كل اللي انت عاوزه. على فكرة همام عندي في أسوان وطالب سلاح، أنا هقول لهم ما يدلوش، وهقول لهم يغسلوا مخه عشان يبقى زي الخاتم في صباعك. قلت إيه يا ملك؟ نفذ أنت وعدك الأول وأنا ننفذ. اتفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دور يا ابني، توكل على الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش قلت لك يا عمي الميه بس؟ مناع اكيد عارف مين اللي عملها. الجيد يقول هو اللي جاب الجديده. طب يا جماعه كده تمام وزي الفل، يلزم اي خدمه؟ الله ينور عليك يا باشمهندس، بس قول لنا مين اللي قال لكم ان ميكانيكنا القديمه ولعت؟ هو في الحقيقه واحد خواجه ودفع كل المصاريف، بس انا عايز اقول لكم على فكره المكنه دي اشد من القديمه مرتين، وتعيش العمر كله بس على شرط تاخدوا بالكم منها. واضح من شدة المية. لا دي اقل قوة شبط، ده ممكن ترمي المية ال 100 فدان لقدام. فين ورق الضمان يا باشمهندس؟ ورق الضمان؟ ما خدوا الخواجة ولا هيوديه المناع بيه. شاكرين يا باشمهندس. أي خدمة يا أستاذ عمر. السلام. سلام عليكم. يلا يا ابني. بإذن يا عمي. أروح أكلم المناع أطمنه. يلا. سلمنا عليه. Let's go.
ايوه يا عمر، المكنة الجديدة ركبت. طيب الحمد لله انها احسن. لا اطمن، هيجيبوا لي الاوراق كلها لانهم اكيد هيحاولوا يثبتوا له حسنيتهم. ما تخافش، جاي لكم وجاي لك انت بالذات مخصوص عشان اجيب لك حبل المشنقة اللي هتشنق بيه لطفة بالقمصان. لطفي وقع خلاص يا عمر تحت يدي، والف الحبل حوالين رقبته ومش حسيبه لما يفلس. ايوه ويتمرمط قدام الاجسام وفي النيابات. سلام يا صاحبي. تعال يا لطفي، دي امضتك؟ شيك بخمسين ألف جنيه وشيك بمئة ألف جنيه وعليهم رفض من البنك؟ أيوه امضتي، بس الناس دول ما عرفهمش. أنا كنت ماضي الشيكات دي لمناع بيه حسان صاحب مزرعة المواشي. مظبوط، والراجل باع المزرعة، كان مديون لمجموعة من الأجانب والمصريين، وباع كمان الشيكات اللي ما كانش قادر يحصلها. أنا رحت البنك مفيش رصيد، it was rejected. ممكن تصبري لو سمحتي؟ هي يا لطفي، هتدفع ولا أعمل لك قضية وتتحبس؟ احنا نجيب منين 150 الف جنيه دلوقتي؟ ادونا فرصه يوم ولا اتنين. ما كان قدامك فرصه زمان يا لطفي، زي ما موجود في تواريخ الشيكات عندي، بس الظاهر بقى انك ما بتحبش تسدد. طب اكلم اخويا في التليفون يجيب الفلوس مسافه السكه. اوكي نو بروبلم وي كان ويت، بس المهم ناخد فلوسنا. اتفضل قدامك ساعتين زمن ودي اخر فرصه. ربنا يستر اصلك يا بيه. اتفضل. الو، انا ما عايزش منكم فلوس يا سنيور، ما عايزش منكم فلوس. انا عايز السلاح اللي اتفقنا عليه، والا هتضيع في النجع كله. مش هنديك سلاح يا همام قبل ما تبني مخازن تحت الارض وتكون متامنه تامين كامل، وانت مش هتعرف تبنيها لوحدك، لازم يكون معاك خبير ويكون من عندنا احنا. يا سلام عليك يا سنيور لما تحبكها، يا سلام عليك لما تحبكها. ما طول عمرنا راجل بنشيل السلاح بتاعنا في بيوتنا، ولا عمرنا احتاجنا لا الخبير ولا الغفير. ده بالنسبة للبنادق والطبنجات، إنما بالنسبة للقنابل اللي سعادتك محتاجها دي لازم يبقى فيه مخازن وتكون متأمنة تحت الأرض تأمين كويس جدا، لأن لو انفجر واحد منهم كلكوا هتقعوا في كارثة. أديك قلتها، الحديد دي لو إحنا بنشيل السلاح في مطرح واحد، لكن أنا هوزع السلاح على كذا مطرح. حمام اتفضل يا سيدي، أديني جبت لك البرشام اللي أنت طلبته. بص للكلام يا سنيور، هتجيبوا السلاح اللي اتفقنا عليه هنبقى حبايب، مش هتجيبوا السلاح مش هقف معاكم قدام مناع صاحبي وحبيبي. الحديد اخلص على كده لا مؤاخذه. ايه رايك في الكلام اللي بيقوله ده يا فريمان؟ بصراحه التعامل مع همام برضو ارحم مليون مره من التعامل مع مناع، لكن هنقول ايه؟ ليه؟ هو البروفيسور عايزنا نتعامل مع مناع تاني؟ طب ازاي؟ انا ما اعرفش، بس واضح انه فرض سيطرته عليه خلاص، بدليل انه طلب مني اني ما بيعش الهمام سلاح دلوقتي، يبقى اكيد بيفكر انه يعمل قوتين ضد بعض في النجع عشان تفضل السيطره في ايده هو. انا ما اقدرش اشتغل معاكم وفي سيف على رقبتي، وعشان اكون حر نفسي لازم ترجعوا لي الملف بتاع انا وابوي. انت بتطلب المستحيل يا مناع. طالما اتفقنا نشتغل مع بعض في مبدا المصالح المشتركه يبقى خلاص. من الغباء ان اشتغل معاك وانا عارف انك ممكن تهد كل اللي بنيته. لا، والحكومه ممكن تصادر اللي قدامك واللي وراك، واكتر من كده ممكن تحكم عليك بالاعدام. بس اطمن، انت غالي علينا. ويكش تكون فاكر لما تعملوا لي دوشه هنهملكم. انا هطربق الدنيا واجيب عليها واطيها. ونضمن ولائك ازاي يا مناع؟ خلي المصالح هي اللي تجمعنا وتفرقنا. أنا حفيدكم وأنت تفيدوني، ولو المصالح دي عملت لنا قلق خلاص كل واحد فينا يروح لحاله، ويا دار ما دخلك شر. بس أنت غدار يا مناع،
ومن حقنا ان احنا نأمن ظهرنا من الغدر بتاعك، ولا انت نسيت الماضي؟ هاي خلاص يبقى نفتكره سوا. كنت بتاخد منا الحشيش بتراب الفلوس، ولما عرضتك اتفقت مع دياب من ورايا، يبقى مين فينا اللي خاين؟ يا راجل ده انا كنت بلعبك. هو في حد في الدنيا ممكن يعمل اللي انت بتعمله؟ ولا دياب ولا الرجاله بتوعي كلهم. ده انت ثروه يا مناع، وانا عايز ارضيك باي ثمن. يبقى تديني الورق بتاعي وبتاع ابويا الاول، ونتفق من دلوك على اسعار الحشيش الخام اللي هعمله ومواعيد الاستلام والتسليم، يعني نحط خطه ونحترمها عشان نرتاح. فيك ايه يا حبيبي؟ مالك؟ والله يا مروان عايز اتكلم معاكي من غير عاكل ولا تسمعيني اسئله تجنني كده. جلكتني اكتر. ايه رايك يا مروان ان احنا يعني نسيب الصعيد كله ونسافر ونروح اسكندريه مصر ونبدا من جديد ان شاء الله، حتى ناخد العيال ونروح براد بره؟ ليه يا حبيبي؟ ما احنا عايشين هنا كويس. احنا برضك يعني هنعيش في اي مكان كويس. طب وليه؟ ليه نبتدي من جديد بعد النجاح اللي حققناه في حياتنا؟ ازهق اضحك مليت. عايزين نسافر، يا تقولي اه يا تقولي لا. يا حبيبي انا اروح معاك اي مكان، بس ما اقدرش اسيب بابا وماما. اوفر لهم كل الرعايه يا حبيبي. هما مش محتاجين لا فلوس ولا خدامين، هما محتاجين يشوفوا احفادهم يطمنوا عليا. انا لو بعدت عنهم انا والاولاد يبقى كده بحكم عليهم بالموت. فكرني بعين الجبل. عين ايه؟ ما تحطيش في بالك، ما انا لو مطمن عليكم وحدكم كنت اختفيت ورحت اي حته تانيه. وتختفي ليه يا حبيبي؟ حد له عندك حاجه؟ عدوات بقت كتير وهتورثوها من بعدي. عدواتك ايه اللي مخلياك خايف علينا بالشكل ده؟ يكونش الجدع الغلس اللي اسمه لطفي بالقمصان؟ لطفي وغير لطفي، والعدوات اللي تربت لي بسبب مجلس الشعب ده. السهاج حسن وحداني ماليش عزوة، لكن وسط عيلتي مفيش حاجة هتهمني. البلد فيها حكومة يا مناع وجنون يحمينا، ما هياش غابة. يعمل ايه الجنون يعني قدام ناس بايعين روحها عشان يقتلوا الابرياء؟ هياخدوا اعدام؟ ماشي يا ستي، وهيفيد بايه بعد ما يكونوا قتلوا الخلق؟ ويمكن كمان يهربوا من العداله. اول مره اشوفك خايف بالشكل ده. طب يا نهى، انت عمرك في حياتك يعني شفتني عملت حاجه تغضب ربنا ولا حاجه عفشه يعني؟ بس انا اول مره اشوفك بالشكل ده. وانا عمري ما خفت يا نورهان غير عليكم. نفسي ارجع بلدنا واخدكم معايا، هناك بس احس بالامان وسط اهلي. لكن عارف برضك ان العيشه هناك مش هترد عليكم. سافر وما تقلقش علينا، بس كلمني كل يوم. بس انا لولادي طريقه اطمن عليكم كل يوم. ها يمكن عمر جذوبتي يحلها. وهتغيب قد ايه؟ ولا بيروح يعني يبني ارض جديده وياخد ناس يسكنها في الارض الجديده دي، بياخد وقت قد ايه؟ ممكن يقعد العمر كله مناع، بس ما تضيعش عمرك كله مناع على عيلتك الكبيره. حرام برضه تحرم عيلتك الصغيره منك. مش عارف يا نهار، مش عارف. صدقني يا لورد، احنا مسكنا الصقر كتفناه وغمناه له عينيه، وبعدين الطلب اللي هو طالبه ده هايف قوي. لا هو كان حاسبها صح، هو كان صغير ياميها. صدقني هو مش هيشتغل غير لما نعمل اللي هو عايزه. يا لورد على مسؤوليتي انا، لو فلت المره دي انا مكتفه كويس. مع السلامة. هترجع له الأوراق اللي طلبها منك؟ جهزها له. أنا هركب معاه لغاية هنا وبعد كده هاخد القطر لغاية أسوان. مالك يا بروف؟ سرحان في إيه؟ لأول مرة يهددوني إذا ما نجحتش مع مناعة. طب
هم طالبين وقت معين؟ عايزين في خلال سنة نجع الجبل يكون مملكة بؤرة ليهم، لها ملك اسمه مناع، ولها اقتصاد مبني على تجارة المخدرات وزراعتها، ومستعدة تعمل أي حاجة هم يطلبوها منها. طب وإيه الهدف من كل ده؟ يا رودي أنا جزء صغير من لعبة كبيرة، يستحيل أعرف دوري بيبتدي فين ويخلص إمتى. هذه المستندات اللي في المنظمة، أنا ضمانتك عندهم، عايزك تلتزم. بقية المستندات هسلمها لك قبل تسليم البضاعة. خرج أبوك كلب. استمر في حصار مداخل البلد، عاوز تفتيش دقيق لكل العربيات اللي جاية من أسوان. عندنا معلومات بتقول ان في شحنة اثار متهربة خرجت من اسوان بالطريق البري. تمام يا فندم، تمام سيادتك. تمام يا احمد باشا، اخيرا وصلت المعلومات اكيد عن مناع حسان. عرفت مكانه ووصلت له ازاي؟ طلب تراخيص مباني قدمه بنفسه عشان يبني بيت كبير على مساحة نص فدان. والارض اللي عليها المباني 300 فدان، عزبة بحالها اشتراها من واحد اسمه عبد المتعال من فترة طويلة ايام ما سيادتك كنت في سوهاج. ايوه الارض هي متسجله باسمه من زمان. متسجله بس للاسف الاجراءات ما تمتش سيادتك الا متاخر لما جه ياخد تصريح المباني، عشان كده فضلت على الاوراق فتره طويله باسم عبد المتعال. اسمع، انا عاوزك تعمل بحث شامل عن عيله مناع وعن الارض دي، وعاوزك تدخل وسطيهم. هعمل فلاح وادخل وسطيهم. لا، لو بيشتغلوا في الممنوعات مش هيشغلوك وسطيهم. عندي فكره احسن.